مهرجان اسكندريه السينمائي التقينا بالفنانه القديره تعالى بحضرتك. اسم حضرتك؟ انت مش عارف اسم؟ لا طبعا جاي تعمل معايا لقاء يا ابني. ما تبقى تعرف انا مين؟ لا عارف الكاتب ده حاجه. أول تعليق من الفنانة سميرة عبد العزيز على الفيديو المتداول، ممكن نتعرف بحضرتك؟ علقت الفنانة سميرة عبد العزيز على فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مراسل شاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي وهو يجري حوارا معها متسائلا ممكن نتعرف بحضرتك، لتتصدر الفنانة القديرة الترند. وذكرت الفنانة سميرة عبد العزيز أن الموقف الذي تصدرت بسببه الترند قديم يعود تاريخه لثلاث سنوات مضت، وأشارت إلى أن المذيع ما عندوش خبرة ليه يروح يعمل حوار مع واحدة مش عارفها. وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية على فضائيتين أنها المرة الأولى والأخيرة التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف، مردفة لما ممثلة ما تعرفهاش مفيش داعي تعمل معها لقاءات. وأثار تساؤل الشاب غضب الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ما جعلها تنهي الحوار معه متسائلة، طالما مش عارفني بتعمل معايا حوار ليه؟ روح يا ابني ربنا يهديك. ورغم أن الفيديو ليس بجديد إلا أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداوله ليلقى انتشارا واسعا. مهرجان اسكندريه السينمائي التقينا بالفنانة القديرة تعالى بحضرتك. اسم حضرتك؟ انت مش عارف اسم؟ لا طبعا جاي تعمل معايا لقاء يا ابني. ما تبقى تعرف انا مين؟ لا عارف.